من اهلي مدينه نصر هنروح لزميلتنا هنا ابو القاسم واهلي الشيخ زايد. اتفضلي يا هنا. برحب بيك كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد هنقل لكم كل الاستعدادات وكمان الاجواء قبل انطلاق مباراه السوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي المصري وبطل الكونفدراليه نادي الرجاء المغربي. يعني الحقيقه الاجواء هنا مميزه جدا بالرغم من انخفاض درجه الحراره، لكن الاعضاء بالفعل بداوا التواجد في النادي، في حاله من الحماس موجوده في النادي، يعني الكل مترقب انه يشاهد مباراه الاهلي. كمان في ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي، يعني ان شاء الله هيكونوا على قدر من المسؤوليه زي ما عودونا دايما وهيقدروا يحسموا المباراه لصالحهم ورحله بقى البحث عن اللقب الثامن من بطوله السوبر الافريقي. كمان الحقيقه قبل ما نبدا اللايف كتير من الاعضاء قالوا لنا ان هم بيتفائلوا جدا بوجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع بعثه الفريق، لان ده بيكون حافز وداعم كبير جدا لرجال النادي الأهلي. كمان كتير من الأعضاء الحقيقة أشاروا لنقطة مهمة جدا وهو وجود الجماهير اليوم في مباراة الأهلي، طبعا في استاد أحمد بن علي هيكونوا بمثابة اللاعب رقم 12 مع ال 11 لاعب في الملعب. إن شاء الله التوفيق النهارده يكون من حليف رجال النادي الأهلي ويقدروا يتوجوا ببطولة السوبر الإفريقي. يعني ده على صعيد الأجواء. خلوني كمان أنقل لكم الاستعدادات. الحقيقة الإدارة هنا داخل فرع الشيخ زايد بقيادة طبعا اللواء خالد عبد الرحمن بذل مجهود كبير جدا ملحوظ الحقيقه، يعني موفرين 7 شاشات لمشاهده المباراه، كل ده طبعا لخدمه الاعضاء وراحتهم. يعني قبل ما اختم كلامي طبعا حابه اضم صوتي لصوت جميع الاهلاويه واتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده. ان شاء الله هيكونوا 11 راجل في الملعب هيلعبوا من اجل الفوز وهنكون بنحتفل مع اعضاء النادي الاهلي عقب انتهاء المباراه. يعني دي كانت ابرز الاجواء وكمان الاستعدادات من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. العوده ليكم مره أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة هنا أبو القاسم. وزي ما شفنا في جميع فروع النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي والأعضاء مترقبة بإذن الله إن شاء الله الحصول على اللقب الثامن لكأس السوبر الإفريقي.